الانفلات الحاصل في الوسط الفني هو سبب استقالتك من النقابة، اللي قصدته تحديدا؟ احنا لقينا ان في تراجع بالنسبة للتشغيل لأعضاء النقابة وخريجي المعهد العالي في المسرحية. ويهاجم حتى كريم الممثلين بعد استقالة والده، بقت جمعية أهلية. فليه بقى هو قال كده؟ هو عشان بقى التركيز الأول للنقابة بقى على الإعانات والمعاشات والعلاج والحاجات دي كلها. موضوع التشغيل راح من إيدينا. هو طبعا إحنا مش قضيتنا الأساسية التشغيل، إنما هي بقت الحكاية مكاتب كاستنج كتير جدا بتتعمل وبيرشحوا ممثلين وبيعملوا أوديشنات، مساعدين إخراج كتير جدا جدا، كل مخرج مع مخرج مساعد، ما عندوش أغلبهم، مش هقول كلهم يعني، ما عندهمش مواهب في اختيار الممثلين، هم اللي بيعملوا الاوديشن والحاجات دي كلها. تمام. فالسوق والشاشه اتملت بنات واولاد ما لهمش علاقه لا خارج المعهد ولا اعضاء النقابه ولا، فبقى عندنا مخالفات نقابيه، بقى في انفلات في المهنه، بقى في ناس موهوبه جدا ومن اعمار كتيره جدا واجيال مختلفه قاعده في البيت وناس ما نعرفهاش. دكتور بيمثل، مهندس بيمثل، مش عارف ايه دي بتمثل، يعني انفلات، في انفلات. حاولت تضبطه؟ مش أنا لوحدي، المجلس والمجلس والنقيب وبتاعه الحاجات دي. ففي الحقيقة الدولة خدت بالها من الحكاية دي، فابتدت هي كمان تساعدنا في هذا الموضوع، وابتدى بقى إيه في مجموعة من التغيرات تساعدنا إحنا كنقابات على تخطي المشكلة دي. طيب تستقيل رئيس المجلس ما يتواصلش معك صح؟ تواصل معك؟ طبعاً من أول يوم. ولم تنقطع حتى وأنا مستقيل. أنت لأنه في إلك فيديو طالع متكلم بالصوت وبالصورة بتقول أنه ما كلمكش وربما يكون مشغول، حتى بررت الموضوع قلت فيه أنه ربما يكون مشغول. ده يمكن في الأسبوع الأول أو العشر أيام الأولانية كان بيديني فرصة أن أنا أفكر كده، إنما هو اللي رجعني. هو اللي خدنا الأكاديمية واتكلمنا وقال لي في تغيرات هتحصل وكذا كذا 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 وكلمني. قلت له أنا خلاص أنا معك من دلوقتي. يمكن كان في الأسبوع الأول أكيد. أبناء الفنانين مظلومين معاهم سامي؟ مش كل أبناء الفنانين. ابنك مظلوم معاك؟ جدا. ليه؟ أنا في، هو بعد ما اتخرج بالمعهد أنا اشتركت في النقابة، دخلت النقابة. ومن لحظة دخول النقابة وأنا كان اهتمامي كلها بقى إيه نقابية وإن أنا شارك النقباء في سياساتهم والتشغيل والإعانات والمعاشات والحاجات. فهو يعني بعد شوية عن تفكيري في الحتة دي، لأن أنا عشان ابني أقدمه الأولى أن أنا أقدم ولادي ولاد النقابة كمان، فيبقى راجل فير يمشي، الناس وثقت فيا. يعني أنا في أول انتخابات ليا خدت أعلى الأصوات يعني بشكل كاسح. فكانت الحكاية دي زي ما تقولي كده إيه، يعني كانت إلزام ليا وعهد بيني وبين ربنا إن أنا أقف جنب الناس كلها، فحاولت بقدر. فاللي دفع الثمن يعني كريم إلى حد كبير. سبت النقابة فترة كده بتاع وابتديت خلاص بقى أنا حر نفسي، فابتديت أشتغل. فالحكاية مشيت، لقيت الطلب في فيلم ولقيت الطلب في مسلسل والطلب في مسلسل تاني، فابتدى يشتغل وخلص. فقلت لا يا واد بقى إيه، خليك ساب النقابة. لقيت بقى إيه إن الدنيا برانا ابتدت تتغير شوية لصالح المهنة، لصالح مهنة التمثيل، إن يبقى التركيز شوية على الممثلين. فقلت أرجع تاني وأشارك بقى إيه النقيب وشارك الأعضاء في المسؤولية دي.